أهلا وسهلا فيكم من جديد. والعالم كله اليوم بينادي بالاستخدام الذكي للمصادر الطاقية. كفاءة استخدام الكهرباء بتقلل الآثار السلبية على البيئة وبتساهم أكيد بتقليل التكاليف. عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الشتاء خلونا نرحب بالمهندس محمد المحارمي. صباح الخير مهندس. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لنا وصباح الخير أحمد وصباح الخير لجميع الأخوة المشاهدين. أكيد الله يعطيك ألف عافية. يعني البيوز احنا دخلنا بشوي بالأجواء فصل الشتاء واليوم إن شاء الله راح يكون يعني منخفض قوي وموسم مطري. بجوز الأجواء الباردة بتسدع منا شغل الدفايات والجيزر وهي الأمور. هلا شو سبب الحقيقي لزيادة الفاتورة أو ارتفاع فاتورة الكهرباء بفصل الشتاء؟ يا سيدي احنا طبعا يعني دائما ببداية فصل الشتاء وببداية مواسم الخير بنحب نأكد ونركز على وعينا كمواطنين بخصوص بعض نصائح السلامة العامة ونصائح ترشيد استهلاك الطاقة. وأنا بدي يعني قبل ما نحكي بالتفصيل عن هاي النصائح بدي يعني أحكي عن السبب اللي إحنا بفصل الشتاء بنزيد من هاي النصائح وبنطالب بالانتباه لترشيد استهلاك الطاقة، لأنه إحنا إذا فهمنا السبب الأساسي بيكون يعني من الأسهل إنه نستذكر هاي النصائح ونخليها جزء من روتيننا اليومي ومن روتيننا يعني بالتعامل مع هاي الأجهزة. الآن يعني الأجهزة الكهربائية أنا بدي أقسمهم لقسمين، الأجهزة الكهربائية الحرارية، هاي الأجهزة اللي وظيفتها ترفع درجات الحرارة، يعني سواء الجيزر أو الكونديشن أي جهاز مطلوب منه زيادة درجة حرارة خلينا نسميه جهاز كهربائي حراري. وفي عندنا الأجهزة الكهربائية الاعتيادية من أمثال الإلكترونيات والتلفزيون والإنارة. الآن الأجهزة الاعتيادية ما بتتأثر كثير بانخفاض درجات الحرارة أو بارتفاعها. صحيح هي ممكن بالشتاء يعني تزيد ساعات الليل فيزيد ساعات الاستخدام لهذه الأجهزة والإنارة، ولكن الحرارة بشكل مباشر ما بتأثر بقدر كبير. الأجهزة الكهربائية الحرارية اللي هي بتقوم برفع درجات الحرارة هاي بتتأثر بشكل مباشر وكبير بانخفاض درجات الحرارة، والسبب إنه هاي الأجهزة فيها منظم حرارة هي الآن مطلوب منها ترفع درجات الحرارة. لما تصل للدرجة المطلوبة منظم الحرارة يعني بيقوم بفصل هذا الجهاز أو بالتقليل من تشغيله. الآن بفصل الشتاء وبالانخفاض درجات الحرارة ساعات التشغيل بتصير أطول ومنظم الحرارة بيطلب من الجهاز يشتغل بشكل أطول. يعني بدي أضرب لك مثال، إحنا الجيزر ممكن بعض الإخوة المواطنين يحكي أنا سخان المياه يعني ما بطفيه بالشتاء أو بالصيف، فليش اختلف استهلاكه أو ليش أنا صار في عندي كميات استهلاك كبيرة؟ فعليا هو بالصيف صحيح تكون لليوم شغال بس التشغيل الفعلي ممكن يكون مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات، بيقابلها بالشتاء 10 أو 12 ساعة يعني كمثال كرقم مثال، لأنه المنظم الحرارة طلب منه تشغيل الجيزر بشكل أكبر عشان يقدر يعني يرفع درجات الحرارة ويحافظ عليها. الآن بهذا السبب إحنا بفصل الشتاء بنركز على أنه لازم ننتبه لترشيد استهلاك الطاقة حتى يعني نوازن ما بين الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ونحصل الفائدة المرجوة منها، وبرضه يعني نحط حد للاستهلاك الكهربائي ونكون يعني في حكمة ورشد بالاستهلاك وزي ما تفضلت الاستخدام الذكي. إذا يعني هذا المبدأ إذا فهمناه بيكون سهل إحنا إن يعني إن نقوم باتباع قواعد ترشيد استهلاك الطاقة بشكل يومي وبروتين حياتنا الطبيعي. الآن إذا بدنا نفصل بترشيد استهلاك الطاقة وبكيف ممكن يعني نتعامل مع الأجهزة الكهربائية، أنا بدي أبلش يعني بأهم جهاز واللي أنا بعتقد هو له أثر كثير كبير على كميات الاستهلاك الشهرية واللي هو الجيزر أو جهاز التسخين الكهربائي. الآن هذا الجيزر في نصيحتين دائما بنطالبها وبنطرحها حتى نستفيد منه ويعني نحط حد لكمية استهلاكه الشهرية. النصيحة الأولى إنه أثناء يعني الصيانة الدورية للبيت خاصة إذا كان الجيزر شوي يعني قديم أو متقادم لابد إنه نتأكد إنه المقاومة الداخلية مش متراكم الكلس عليها. وأنا يعني هاي دعوة للأخوة المواطنين اللي بيقدر يعني يدخل على اليوتيوب بس يكتب الكلس على المقاومة الداخلية حتى يشوف يعني كميات الكلس اللي ممكن تكون متراكمة على المقاومة الداخلية. هذا الكلس بيمنع الحرارة من الوصول للمياه فبيصير الجيزر يشتغل لساعات طويلة ويهدر الطاقة والمياه يعني بتسخن بشكل بطيء. الآن إذا عملنا صيانة دورية لهذا الجهاز وتأكدنا أنه ما في كلس متراكم، النصيحة الثانية أنه نضبطه على درجة حرارة متدنية، يعني أقل درجة ممكن يعني نتعامل معها، ممكن بمعظم الحالات 50 أو 60 درجة من خلال منظم الحرارة البسيط الموجود على الجيزر. الآن إذا ضبطنا على هذه الحرارة إحنا بنحافظ على الاستخدام المية السخنة المرجوة منه والاستخدام يعني المطلوب منه وعلى يعني ترشيد وتوفير بالطاقة، لأنه لما نحطه على درجة حرارة 80 أو 90 يعني راح يشتغل لساعات طويلة حتى يحصل هذه الدرجة. وأساسا هاي الدرجة يعني كمان صعب استخدام المي فيها، نحتاج بنرجع لعادل المي الغليان.
نعم. إذا تركنا هذا الجهاز وأنا برأيي هو الأهم، بدنا ننتقل لجهاز ثاني وبرضه هو من الأجهزة المؤثرة ولليوم يعني صار استخدامه واسع وكبير، اللي هو المكيفات. وكثير صرنا نعتمد إحنا على المكيفات بالتدفئة بفصل الشتاء، إما بشكل رئيسي أو يعني كجهاز مساعد. صحيح. الآن المكيف إذا تواجد وبدنا نستخدمه لابد أنه برضو من خلال الصيانة الدورية نتأكد أنه فلاتر هاي المكيف نظيفة ومعمول لها يعني الصيانة اللازمة، نضبط درجة حرارة المكيف على أدنى درجة ممكن نضبطها ويكون يعني الحرارة مقبولة، عادة بتكون 24 درجة. الآن على 24 درجة الحرارة يعني مقبولة وجيدة لجسم الإنسان، زائد أنه إحنا يعني في توفير باستهلاك الطاقة بدل ما أضبطه على 30 أو 29 ويظل المكيف يعني يعمل لساعات طويلة. وإحنا شوف بالمكيف بالذات في جملة كثيرة يعني بنسمعها، إنه أنا والله المكيف تبعي إنفيرتر فبدي أشغله ل 30 درجة. صحيح إنه الإنفيرتر بيوفر أكثر من المكيفات القديمة، بس هذا ما بيمنع إنه أنا لما أضبطه على 30 درجة بده يشتغل لساعات طويلة وبده يهدر الطاقة. فهو يعني مهما كانت جودة المكيف درجة حرارة 24 هي درجة حرارة مناسبة. الآن المكيف تنضاف له كمان نصيحة إنه نحافظ على عازلية الغرف. احنا اذا شغلنا المكيف كثر فتح الابواب والاستخدام بتؤدي الى تسرب الحراره والمكيف يظل يشتغل. صحيح. فاحنا بدنا نتاكد من عزليه الغرف. احيانا البيت بيكون فيه ثلاث او اربع مكيفات، نحاول نشغل يعني اقل عدد ممكن، مكيف او مكيفين يعني. نعم. لمة الشتاء وجمعة الشتاء ما في يعني غرفة واحدة. طيب هو مهندس محمد خليني عندي مداخلة. نعم. بسيطة بموضوع الصيانة، ثقافة الصيانة اليوم قد ايه مهمة بترشيد استهلاك الكهرباء؟ ثقافة الصيانة يعني لابد أنها تكون منتشرة، وإحنا طالبنا كثير وبنوجه رسائل مش فقط بترشيد استهلاك الكهرباء، حتى الصيانة يعني فيها جزء من السلامة العامة، لأنه إحنا أحيانا لما نعمل صيانة لهاي الأسلاك الكهربائية للأباريز للتوصيلات الكهربائية برضو بنحافظ على سلامة المنازل. لا قدر الله إحنا بنسمع كثير أنه في أسلاك كهربائية انصهرت بسبب الأحمال. صحيح. العالية أو صحيح. حطينا أكثر من جهاز على وصلة. بالإضافة لهذه الصيانة ممكن نضيف لها ترشيد استهلاك الطاقة من خلال صيانة الجيزر الدورية والمكيفات. فأنا يعني بعتقد أنه مفهوم الصيانة مهم جدا ولازم يكون منتشر بيناتنا، وهو يعني من الأمور مش المكلفة كثير، يعني إحنا ممكن نسوي صيانة لكامل البيت قبل دخول فصل الشتاء. يعني مش مكلفة بس رئيسية بصراحة ورئيسية ومهمة. إذا بدنا نرجع لنصائح التوفير وأنا حابب يعني نكمل فيها طبعاً. الآن الأجهزة الكهربائية المختلفة يعني بدنا نحكي عن شلايات الصحون، الغسالات اللي هي كمان مايكروويف كمان بعتقد أنه يعني الجزء. هو شوف المايكروويف مش من الأجهزة الحرارية مباشرة اللي هي بتسخن بمقاومات حرارية. الأكثر هي الأجهزة اللي زي ما حكيت لك عنها اللي هي مثلا جلايات الصحون. طيب. والمكوى بيرفع بشكل مباشر هاي، لأنه تعرف يعني حتى يقوم بدوره بده يسخن المياه الجلايات والغسالات. فإذا اخترنا يعني برامج معتدلة، ما نختار برنامج طويل لساعات طويلة. نعم. لأنه بهالوقت بدها تسخن لساعات طويلة. صحيح. برامج معتدلة من حيث المدة والحرارة تحافظ على جودة المخرجات اللي هو الغسيل أو الأطباق أو ما إلى ذلك، وتحافظ على ترشيد استهلاك الطاقة خصوصا بفصل الشتاء. إحنا ترى بعد الشتاء ترجع الحرارة تنخفض، ممكن نستخدم البرامج يعني الاعتيادية. نعم. أو المريحة. وبدي أضرب لك مثال كمان، خلينا نقول نحكي عن كولر المياه. إحنا الآن أحيانا باليوم نحتاج المي السخنة ثلاث أو أربع مرات لنسوي مثلا شيء يعني كاسة مي سخنة بشيء. الآن إذا بدنا نعتمد على الكولر نسخن كامل اليوم 24 ساعة عشان أربع استخدامات باليوم، يعني هذا استخدام مش رشيد. الاستخدام الرشيد إنه لا، طالما أنا استخدامي قليل ثلاث أو أربع مرات بعتمد على الغاز أو على الهيتر اللحظي بسخنه، مش على الكولر أخليه 24 ساعة عشان. هي نصائح متعددة والنصائح تختلف من شخص لآخر حسب طبيعة حياته والأجهزة الموجودة، لكن الفكرة العامة أنه نكون إحنا حكماء ورشداء بالموازنة ما بين الاستفادة من الأجهزة الكهربائية والاستفادة والتقليل استهلاك الكهرباء. نعم. الجهاز الأخير اللي بدي أحكي عنه صوبة الكهرباء. صوبة الكهرباء يعني واسع، يعني أحيانا بنستخدمها خصوصا بدرجات الحرارة المتدنية كثير، وبجوز مشهور بيناتنا أنه صوبة الكهرباء ما بتدفي بس تطفيها. صوبة الكهرباء جهاز مستهلك للطاقة بكمية كبيرة، هو جهاز شره للطاقة. الآن إذا بدنا نستخدمها بدنا نكون على دراية وعلى وعي أنه هذا الجهاز بيرتبط فيه كميات يعني استهلاك عالية. هي بجوز مش تكون يعني مش الأكل الجهاز الأكفأ للاستخدام. الخيار أكيد يعني هو مطروح للأخوة المواطنين إذا بحب يعتمد عليها أو لا، ولكن إحنا دورنا نوضح أنه هذا الجهاز يعني بيرتبط فيه كميات استهلاك كبيرة. لأنه تعرف حتى صوبة الكهرباء
معظمهم ما فيهم منظم حراره، يعني بشغلها 10 ساعات في بتشتغل 10 ساعات في. صحيح فهو جهاز يعني احنا تعرف فاتوره الكهرباء دائما بتيجي بنهايه الشهر يعني لاحقه، فاحيانا نستخدم كثير بدون ما يكون يعني عندنا هذا الادراك انه لا راح يرتبط وبنستسهل الامور. بعدين بنصدم. صوبه الكهرباء جهاز مستهلك، اذا بدنا نستخدمه لازم يكون هاي الحقيقه يعني نعيها. احنا شوف احنا بشركه الكهرباء الاردنيه عندنا حمله ومبادره قبل فصل الشتاء بنطلقها اسمها حمله لان معك وفر، وهذا السبب اللي انا قلت لك انه النصائح بتختلف من شخص لاخر ومن طبيعه حياه لاخرى، فانا هاي دعوه لجميع الاخوه اللي بيشاهدونا انه نتابع صفحات الشركه ونتابع هاي النصائح اللي بتصدر من الحمله، وفي احيانا النصائح للسلامه العامه بنصدرها حسب طبيعه الاجواء وطبيعه المنخفض. نعم فيعني هاي دعوه لمتابعه صفحات شركه الكهرباء الاردنيه. جميل. هلا قديش مهم انه اللي يكون عنده وعي، وقديش احنا بنقدر ننشر هذا الوعي وتثقيف المواطنين حول اهميه ترشيد استهلاك الطاقه؟ ممكن نصل الى المدارس، الى الجامعات، الى المؤسسات، ممكن متابعه وسائل التواصل الاجتماعي، هل هناك منصه خاصه لمتابعتها؟ أكيد. شوف احنا والله انا من خلال يعني تعاملاتي ومن خلال يعني اطلاعي بحكم مجال عملي، ثقافه الترشيد هي ثقافه منتشره بطريقه لا باس بها، يعني في كثير من الاخوه المواطنين بلشت هاي الثقافه توصله وبلشت تدخل بنسق حياته اليومي مش مجرد معلومات يعني عابره. احنا الان بشركه الكهرباء عندنا يعني اكثر من قناه بنحاول ايصال هاي الرسائل من خلالها، اما من خلال العمل على السوشيال ميديا وبنصيغ هاي الرسائل بطريقة يعني مقبولة بصريا وسهلة للفهم، وبنبعد يعني بنبعد عن السرد بهاي النصائح. بالضبط. بنطلع من خلال وسائل الإعلام بالإذاعات اليومية زي ما بنتفضل معكم الآن بإيصال هاي الرسائل، تطبيق الشركة أحيانا ببث هذه الرسائل، فإحنا دائما حتى إحنا على فاتورة الكهرباء أحيانا كنا يعني كنا نطبع إنه حملة ترشيد استهلاك الطاقة، فبنحاول نصل لجميع الإخوة المواطنين ونوصل هاي الرسائل بالوعي وبترشيد استهلاك الطاقة. يعني النصيحة دائما نحكي ترشيد استهلاك الطاقة مش معناها أني ما أستخدم الجهاز أو أقلل من رفاهيتي اليومية، هو استخدام أمثل وذكي للأجهزة الكهربائية، أوازن ما بين الفائدة يعني اللي بديها من الجهاز وما بين كميات الاستهلاك اللي بترتبط بهذا الاستهلاك. نعم. يعني هو دكتور في يعني في كتير حلول في الإضاءة الطبيعية، لأنه في ناس خلاص بس الدنيا تدخل فصل الشتاء بتلاقيهم بدوا كل البيت أول ما يصحى في إضاءة طبيعية، في عزل، إذا في ناس هلأ بدهم يجهزوا بيوتهم العزل الحراري شيء كتير مهم. بنقدر نحكي كمان زي ما أنت قلت الضبط، التشغيل والإيقاف، في مجموعة من الحلول، الطاقة الشمسية، حتى إحنا في شمس عندنا. احنا احيانا بنحكي عن كفاءه، ملصق كفاءه الطاقه. انا اذا بدي اشتري جهاز جديد يعني لسه انا بتوجه لشراء جهاز كويس، يعني اخلي من بين الميزات اللي انا بقارنها كفاءه الطاقه. هذا ملصق مشهور بيكون بتدرج من بالاحرف ABC والالوان الاخضر والاحمر. برضو هاي يعني احنا احيانا ليش قلت لك في رسائل متنوعه، احيانا حتى اللي مقبل على شراء جهاز كويس يخلي هذا الخيار ضمن يعني الخيارات المطروحه. نعم. والمقارنات، لانه كفاءه الاجهزه بتختلف. نعم. من جهاز لجهاز. نعم. فاذا انتبهنا برضو لملصق. نعم. كفاءه الطاقه ممكن يعني نوفر كميات كبيره من الاستهلاك. نعم. مقابل الانتباه. طب فقط دكتور عند هاي النقطه هيك سريعا، هل في خدمه او بتوفروا خدمه استشاريين ممكن هم يتوجهوا لهم المواطنين؟ نعم. عشان يعرفوا يختاروا الأجهزة الذكية؟ نعم. يعني شوفي بشكل مباشر احنا ما بنقوم بخدمة استشارية يعني. نعم. بالمفهوم التجاري، ولكن احنا بشركة الكهرباء اي حدا من الإخوة المواطنين تعرض لكميات استهلاك كبيرة ممكن احيانا بيطلب انه زيارة شركة الكهرباء لفحص العداد، يعني بنتجاوز معيار فحص العداد. نعم. وبننتقل احيانا للاطلاع على اجهزته وتقديم نصائح بخصوص هاي الاجهزه حتى نعرف له وين الاستهلاك تم، يعني هو مش مجرد انه الاستهلاك هذا صحيح او لا، زائد انه احنا من خلال مركز الاتصال من خلال المنصات اللي ذكرت لك اياها بنحاول دائما نوصل هاي الرسائل. نعم. فهو يعني في تعاون وشراكة مع الإخوة المواطنين مش بالمفهوم التجاري الاستشاري، ولكن بمفهوم أنه إحنا بشراكة واحدة. نعم. بهمنا كميات الاستهلاك تكون مضبوطة وقابلة للفهم. نعم. مهندس كل شكر لك، يعطيك ألف عافية. أنا بتمنى تكون رسالتك ونصيحتك وصلت لكافة المواطنين، وأنا بضم صوتي إلى المهندس المحارمة محمد المحارمة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الشتاء، لأنه بتستبدل المدفع الكهربائية بشيء آخر، كمان ضبط درجة الحرارة والعديد من الأساليب ممكن تستخدمها راح تساهم بتقليل أيضا الفاتورة الكهربائية. شكرا لك مهندس، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. شكرا.